نضبط حركة السلاح، والسلاح يكون مضبوط بمجمله من الدولة وكل النشاطات ليس فقط السلاح، المقرات، وبدأنا بالتنفيذ. صدور قرار من القائد العام للقوات المسلحة بسحب عناصر الحشد من السيطرات الرئيسية بالسهل نينوى. لم أتوقع بأن تصدر عقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية تجاهي تحديداً باعتبار ما قدمناه للشعب العراقي. قلنا لكم عمي لا توقفون قبالنا. بويا هنا البطل، بويا بويا وش بالفوق. كل من يقول لك الحشد ينحل لا تصدق، حتى لو رئيس الوزراء.